صباح الخير ويوم جمعة مباركة، نتمنوا إن شاء الله الكل أوفياء. الإذاعة القريبة منكم دائما من غاديو، موعد جديد مع موضوع جديد اليوم كيهم الصحة والسلامة ديالكم في برنامج صحة وسلامة. ككل يوم خميس وجمعة يعني يومين في الأسبوع كيكون عندنا موعد مع الأستاذ محمد الحليمي، أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. بعد ما كنا تكلمنا في الحلقة البارح على الحار بشتى الأنواع ديالو، فكنا خدينا معاه فكرة على المكونات اللي هي موجودة في البزار، عطانا الفرق ما بين الأنواع ديال البزار اللي هي موجوده سواء كان بزار بيض ولا كحل اللي هما معروفين وشائعين الاستعمالات ديالهم. وعرفنا كذلك مع استاذ محمد الحليمي انه كاين البزار الخضار كاين الاحمر، كذلك تكلمنا معاه على الهريسه بمختلف الانواع ديالها الفلفل الحاره، فالكثير من المعلومات كنا تعرفنا عليها معاه في الحلقه ديال البارح. اليوم غادي نتكلموا على الصلصات او لي صوص، سواء اللي كناخذوهم جاهزين او لا اللي كيكونوا محضرين في البيت، شنو المكونات ديالهم، شكون هما، او لو وقتاش كيصبحوا هاد لي صوص او الصلصات ممنوعين وكيشكلوا خطر على الصحه ديال الإنسان. فإن شاء الله هذه نقاط غادي نطرقوا لها اليوم مع الأستاذ محمد الحليمي، أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. باب التواصل مفتوح معكم أوفيائنا، فمرحبا بكل تساؤلاتكم اللي متعلقة ومرتبطة بموضوعنا اليوم. 05 22 46 72 50 51 أو 52 أو 05 22 43 00 09. بإمكانكم أيضا تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080 إلى كتبتوا في أول SMS أو للرسالة اللي غادي نتبعتوا بها كلمة صحة S-A-H-A، خليتوا فراغ صغير وبعتوا بسؤال ديالكم للرقم 5080 ثمن الاسماس هو السدي الدرهم مع احتساب الرسوم. مباشرة غادي نمشيو عند الأستاذ محمد الحليمي، الأخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. صباح الخير أستاذ الحليمي، وجمعة مباركة إن شاء الله. صباح النور أختي عفاف، تحية ليك، تحية لفريق العمل، تحية المستمعين الكرام، ونتمنى إن شاء الله الصحة والسلامة للجميع وجمعة مباركة ونهاية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. هذا ما كانت منه بطبيعة الحال، وأكيد لكل الطلبة ولكل التلاميذ دعواتنا اليوم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. إذن في الحلقة ديال البارح أستاذ محمد الحليمي كيف ما شرط يعني الكثير من المستمعين الكرام بالفعل قالوا أنه الحلقة فاتهم بزاف وخذوا منها الكثير من المعلومات، وكنت منه إن شاء الله يكون هذا هو الحال بالنسبة لكل حلقاتنا ولكل لقاءاتنا في برنامج صحة وسلامة. اليوم غادي نتكلموا على الصلصات أو ليصوص، يعني ما شاء الله اليوم بدينا كنشوفوها بأشكال وأنواع اللي هي مختلفة. فاليوم غادي نتكلموا على الصلصات سواء اللي كناخدوها جاهزة كتكون يعني مجهزة من قبل، أو اللي كنقوموا بالتحضير ديالها في البيت. فشنو رأيك أستاذ محمد الحليمي بدينا بالحديث على واحد زوج ديال الأنواع ديال الصوص أو الصلصات اللي هما معروف الاستعمال ديالهم يعني في شتى الأطباق، أو اللي كيكونوا مصاحبين لبزاف ديال الشهيوات سواء اللي كنحضروها في الدار أو لا اللي كناخدوها على برا. نبدأ بالحديث على المايونيز مع لاموطارد. نعم، أولا لما نتحدث عن الصلصة ولا لاصوص بصفة عامة، هو كتعريف مبدئي هو واحد إلا بغينا نقول واحد الوجبة هي محضرة من، لأن هذه الصلصة لا توجد كغذاء ولكن هي محضرة كيكونوا بعض المواد اللي هي مكونة لهذه الصلصة تالي. أولا بغيت نشير واحد المسألة اللي هي مهمة، الطبيعة الغذائية المغربية ولا الثقافة الغذائية المغربية عندها واحد الهوية والهوية كما الإنسان عنده هوية ديالو كتعتز أنك مغربي ولا هكاك النظام الغذائي ديالنا خاصنا نحافظوا عليه، كما كنحافظوا على الهوية ديالنا خاصنا نحافظوا على الهوية ديال النظام الغذائي المغربي. والهوية ديال النظام الغذائي المغربي للأسف، أنا أقول للأسف، كاين هناك بعد اجتهادات وبعض التقليدات لبعض الأنظمة الغذائية الخارجية واللي كتمس لأنها كتضرب في العمق، ولا بغينا نقول نحن بس بصدد تغيير الهوية الغذائية المغربية، لأن العديد من البرامج ديال الطبخ والعديد من الوصفات ديال الطبخ المغربي والمغربية لا يحتاج إلى أننا نعلمهم يطيبوا. المغاربة ما محتاجيش نعلمهم يطيبوا، المغاربة كيعرفوا يطيبوا، والدليل هو موجود في النظام الغذائي القديم. ودائما أقول مستقبل النظام الغذائي المغربي موجود في الماضي دياله، والنظام الغذائي ديال شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، ماشي أنا اللي كنقول هذا الشيء، منظمات صحية عالمية كتقول النظام الغذائي ديال شمال إفريقيا وديال البحر الأبيض المتوسط هو نظام غذائي جيد، وبالتالي لكن عندنا هذا الكنز هذا خصنا نحافظوا عليه، لأن النظام الغذائي المغربي فيه الرفيسة، فيه الخليع، فيه الطنجية، فيه كسكسو، الحلقات اللي كنا هضرنا اليوم وكنا هضرنا بالتفصيل على جميع هاد الوجبات هادو. كنعرفوا حنايا
دابا الناس كنقولوا حنا القدوه ديالنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم والنظام الغذائي ديالو، ولكن كاين بعض الناس اللي ربما كيمشيو لاتجاه يشوفوا مثلا بعض لي مانكان شنو كياخذوا، بعض الفنانين شنو كياخذوا. انا اقول كاينين دي مانكان اللي يحبون النظام الغذائي المغربي، هذه كاينه. وكاين مهرجان، دابا اللي كاين مهرجان في المغرب، كاينين فنانين اللي كيجيو للمغرب، يعني كيكون عنده واحد الاقامه اكثر من يومين وثلاث ايام، كيجي للمغرب كيطلب اغذيه مغربيه. وبالتالي هذا المعطى هذا خصنا نحافظوا عليه. علاش؟ لان الثقافه الغذائيه المغربيه وصلت للعديد من الدول. الوغ لما نتحدث عن ليسوس ولا عن الصلصات، وكما قلنا غادي نبداو بصلصات المايونيز، كلشي دابا اليوم ولا كيستعمل هذه الصلصه هذه. الوغ هذه الصلصه كلشي كيعرف ان المكون الاساسي ديالها هو اصفر البيض، داكوغ، والزيت، وبعض المواد اللي ممكن انسان يدير شويه ديال الملح، ممكن يدير شويه ديال الابزار، ممكن يدير الخل، ممكن هذه لا سيزون، اي واحد ممكن يجتهد فيه. يعني قلنا احنا الصلصات، باش هاد الصلصات باش نعرفوا القيمه ديالهم كنشوفوا المواد المكونه لهم. الوغ المواد المكونه لهاد المايونيز، اولا الناس كاينين اللي كيخليوها مده طويله في واحد درجه حراره عاديه. مايونيز اولا خاصه ما تفوتش 24 ساعه في درجه حراره 4 دغري سلسيوس، داكوغ، يعني بلس 4 دغري سلسيوس، ما نفوتوش هاد 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 الحراره هذه. علاش؟ لان البيض وخاصه اصفر البيض فيه بكتيريات، ممكن تكون السالمونيل، ممكن تكون ليستيريا، هادو كاملين بكتيريات. وخاصه حنا لان لاصوص ديال 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 المايونيز كتسمى سين صوص خواض، ماشي بحال لي صوص الاخرين، معنات ان هذا البيض لا نعرضه لدرجه الحراره. وبالتالي خطر كبير جدا اننا ناخذ سالمونيل ولا اننا ناخذ ليستيريا، لهذو بكتيريات اللي هي ممكن انها تضر الطفل، ممكن انها تضر المراه الحامل، ممكن انها تضر المراه المرضع، وممكن انها تضر حتى الشخص الكبير. لان كنعرفوا احنا بعض البكتيريات اللي هي الصديقه مثلا بحال الايشيريشيا كولي، هذه بكتيريا ديال الانسان هي في حد ذاته كتضره إلا ما كانش عنده واحد ليجيان دو في ديالو. إلا كان هو الإيشيريشيا كولي ديال الإنسان ديالو في حد ذاته هي كتضره. وكذلك كاين بعض البكتيريات، لأن كنا قلنا في آداب الأكل الإنسان ما ينفخش على الأكل، ديك النفخ على الأكل، تخيل أن البكتيريا ديالك أنت لما كتنفخ على الأكل وكترجعها هذيك البكتيريا كتضرك. وبالتالي حنا هذا بشكل مبسط، من بعد غادي نتعمقوا في هذه الأمور إن شاء الله لما نتحدث عن آداب الأكل. ألوغ هاد الأسس هذه هي مهمة جدا، وبالتالي من 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 نستهنوش بها. الوغ لما تنستعملوا هاد لي زانغغيديون ولا هاد شنو سميتو، الا بغينا نقولوا اصفر البيض، وهاد اولا المايونيز هي السعرات حرارية عالية، هي اولا محسنة للمذاق، يعني مذاق، يعني ما فيهاش الا بغينا نقولوا المكون الاساسي، وهي اصلا هي دخيلة، لان لهاد خاصة المايونيز كنعرفوا الدول الاوروبية وبعض الدول الاوروبية تشهرت بها، خاصة فرنسا وبلجيكا وهولندا، هدول الدول اللي تشهروا اللي جابوا لنا هاد الوجبة هذه. لان احنا في قديم الزمان ما كانش هاد التحضير هذا، ما كانش، لان تخيل انا اقول واحد مسألة خطيرة جدا، هو ان كاين بعض الشخص لي هذا هو النظام الغذائي ديالو، وجبة ديال الإفطار شنو كتكون؟ كتكون خبز أبيض ماشي خبز كامل، داكوغ، من بعد كيكون فخوماج اللي هو نسبة عالية من الدهنيات، ألوغ سعرات حرارية كبيرة جدا، من بعد كيكون حليب ولا أشياء أخرى. كيمشي الغذاء كيمشي لا 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 ياخذ إما هاد لي ساندويتش ولا هاد البانيني اللي كاين دابا، شنو فيه؟ فيه اما لاداند، اما مثلا اللحوم اللي هي مثلا فيونداشي ولا شي حاجه، زائد ذاك البطاطس المقليه مع المايونيز. الوغ هذا الشيء هذا كامل سعرات حراريه. الوغ الانسان غير في الوجبه ديال الغداء خدا اكثر من السعرات الحراريه اللي كيحتاج في اليوم ديالو كامل. اكيد هذا الجسم هذا غادي يكون مريض، لان المرض ياتي بعد المعاناه، لان عندنا احنا جسم ذاك يخلق الله سبحانه وتعالى كيعاني، من بعد هذا كيعطينا ذاك النتيجه اللي هي المرض. نعم، رجعي لعندك دائما الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. فاصل اعلاني ورجعي مباشره، خليكم معنا.
محمد غادي ومرحبا بكم معنا دائما في حلقة اليوم من برنامج صحة وسلامة. مرحبا بكل أسئلكم. وإحنا اليوم مع الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. كنت كلموا على الصلصات أو الصوص على مختلف أنواعها وأشكالها وشو المكونات اللي فيها. مرحبا بكل أسئلكم 0522 42 72 50 51 أو 52 أو 0522 43 00 09 عن طريق كذلك الرقم 5080 اللي كتبتوا في أول الرسالة ولا الأسماس اللي غادي تبعتوه كلمة صحة مرفوقة بسؤالكم وبعتوا كل شيء للرقم 5080. فعنا غادي نمشوا هاد المرة نتواصلوا مع نادية معنا على الخط من مدينة قرسيف. صباح الخير نادية. نادية صباح الخير. نادية معنا. أهلا وسهلا معنا نادية من بن قرير ولا قرسيف؟ أهلا من بن قرير. بن قرير أهلا وسهلا بك نادية. أخت عفاف هذه. أهلا وسهلا مرحبا بك. أنت معنا نادية على الهواء مباشرة كنسمعوك. لاباس عليك. الحمد لله اهلا وسهلا. كنشكرك على البرنامج زوين. شكرا لك نادية مرحبا بك. تهضر على المواد الغذائيه صح ياك؟ كنهضروا على لي صوص. اييه على الصلصات. هاد الصلصات اللي كتصاوبو في الدار كيكونوا مزيانين حتى الناس كيشراو. واخا مثلا اشنو انت اللي كتقدري تصايبي في الدار نادية وبغيتي تسولي عليه اليوم؟ كنطولوا على هاد لاصوص ديال لاصوص بيشاميل. لاصوص بيشاميل نعم. اييه بحال هاد لاصوص اللي كدر على الغداء مثلا وعلى اي واخا. اي واخا غنجاوبك ان شاء الله لان هذا هو الموضوع ديالنا ناديه. شكرا لك. نعم نعم سيدي اختي. نعم ناديه ممكن تعطيني النمره ديال طيب كوريفان؟ طيب نرجعوك ان شاء الله لعند سميحه في ستوندار وهي تلبي الطلب ديالك ان شاء الله وتعطيك الرقم اللي انت طلبتي. نمشيو نتواصلوا هذه المره مع فاطمه من مدينه اكادير. اهلا وسهلا بك فاطمه. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بك. اهلا اختي عفاف مرحبا بك معنا اليوم. شكرا لكم. اهلا وسهلا ومبروك عواشركم. غادي نوعلك ان شاء الله وكنشكروا ميد راديو كلها. شكرا. والاخص اخت سميحه. شكرا لك فاطمه. اختي بغي نسول الدكتور على لاصوص المايونيز. اييه كنعدلو بالبيض وكنديرو في الثلاجه كنخليه مده 3 ايام ولا 4 ايام كنستعملو. بغيت نعرف واش هاد الشيء صحي ولا ماشي صحي. نعم هاد الطريقه ديال 3 ديال 3 ايام. علاش كتخلي 3 ايام؟ كندير شويه بزياده وكنديرو في قرعه دجاج معقمه. أيه. وكنسد عليه وكنديرو في الثلاجه. اييه واخا. بغيت نعرف واش هاد الشيء صحي ولا ماشي صحي. لا واخا نجاوبك ان شاء الله. ولاصوص كنستعمل لاصوص ديال البيتزا. أيه. كندير فيه غير المواد الصحيه ما كندير فيه والو شي حاجه لا حرور لا والو. اشنو كديري اشنو كتعملي؟ كندير البصله ومطيشه. أيه. وورقه يدنا موسى. أيه. وشويه الزيت والمعدنوس. أيه. صافي هادشي اللي كندير وكنطحنو كندير به البيتزا. واخا نجاوبك ان شاء الله فاطمه. شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه اكادير. اذا نمشيو الى سمحتي استاذ محمد الحليمي للسؤال ديال ناديه. الاول سؤال توصلت معنا من بن قرير وكنعرفوا انه الصوص ديال البيشاميل فما شاء الله ولات كتدخل في كل الاطباق. نعم. فكنعرفوا انه احنا مقبلين ان شاء الله على شهر رمضان الكريم واغلب الشيوات اللي كيحضروا السيدات سواء كانت غراتا او لا كانت اي شيوه اللي هي جديده وكذا دائما كتكون كنلاحظوا يعني كيكون من ضمن المكونات ديالها الصوص ديال البيشاميل. نعم حليتي واحد القوس كبير اخت عفاف. علاش؟ لان القوس ديال رمضان. على هذاك بوحديته استاذ الحليمي. نعم انا اقول عفاكم رمضان راه دوره طبيه مجانيه مدرسه كيعطيها لنا الله سبحانه وتعالى. لان للاسف حنا ولينا الى لاحظتوا كلشي كيهضر على الخبز غدا تغلى هذه احنا علاش هذا الاستهلاك هذا الشيء اللي بغينا نعرفوا علاش هذا هوس الاستهلاك لان ولينا الوغ هو شهر الاكل ماشي شهر الصيام على هذا القبل داكوغ الوغ بالنسبه للصوص بيشاميل الوغ قلت انا لاصوص كتعريف هي واحد الماده يقدر تكون ليكيد اما سائله ولا تكون سومي ليكيد لان سائله مثلا بالنسبه للتكستور ديالها ممكن تكون اللي هي بارده ولا ممكن تكون اللي هي محضره بالنسبه للناس اللي كي مثلا تكون سخونه على شكل صوص داكا. انا بالنسبه للصوص بيشاميل هي المكونات معروفه منها الزبده منها لافارين منها الحليب منها كاين اللي كيدير حتى الابزار كاين اللي كيدير الملحه يعني هادو هما المكونات الاساسيه. انا حنا ماشي المشكل في لاصوص حد ذاتها يعني مثلا الى سولني شي واحد واش لاصوص زوينه ولا خايبه ما نقدرش انا نعرف حتى نعرف المكونات.
الو غادي نهضر على صوص بيشاميل ومورها صوص اللي هضرت عليها السيده. الو صوص بيشاميل هي عباره بعض المره الناس كيديروا واحد الكميات اللي هي عاليه مثلا من الزبده، واحد الكميات اللي هي خاصه كيكون فيها داك الدقيق اللي هو دقيق ابيض تماما، وكيكون فيها مثلا الحليب اللي كيوصل تقريبا يترو ونص، والنشا فيها حتى النشا كذلك باش كتجمع باش كتولي عاقده ولا خاطره، وكيحكوا فيها حتى شويه ديال الكوزه الطيب. تماما الو هاد المواد كاينه فيها اللي هي مواد جيده، وكاين هي فيها المواد لان لا لا التغذيه ما هو جميل هو ان الله سبحانه وتعالى لما اعطى واحد الغذاء طبيعي كيتسمى غذاء تكاملي. يعني شوف الله سبحانه وتعالى اللحوم ما فيهاش السكريات، مع هذا اللحوم الذبح ماشي الاسلامي، الذبح ديال برا اللي اما بالسعق الكهربائي ولا دي. علاش؟ لان اللحوم كيكون فيها واحد النسبه ديال السكر اللي هو كيكون الجليكوز اللي كيكون في الدم، اما الذبح الاسلامي ديالنا حنايا ما كيكونش فيه اللحوم، لا يوجد فيها السكريات، وبالتالي هذه المعلومه هذه بالنسبه للناس ديال السكر ديك المعلومه ديال غادي نعيد انا بالخروف ولا بالمعزه هذا ما كاينش. الوغ شوف الله سبحانه وتعالى عطانا غذاء فيه بروتينات، ولكن ما فيش غير بروتينات، فيه اشياء اخرى. هذا اعجاز علمي، انا اقول محاش العلمي وصل لهذا الاعجاز. هذا اعطانا الله سبحانه وتعالى الخبز مثلا، الخبز فيه بروتينات، فيه فيتامينات جروب بي، فيه املاح معدنيه، ولكن ما فيش الدهنيات. الله سبحانه وتعالى اعطانا زيت الزيتون، زيت الزيتون ما فيهش السكريات ما فيهش بروتينات فيه الدهنيات. شوف الله سبحانه وتعالى كما كيقولوا خلق وفرق، اي حاجه حطها بواحد الاعجاز. حنا لما كنجيو وكنعطيو بهذا المفهوم واحد الخلط خاصو يكون خلط صحي، ما يكونش خلط لبعض المواد اللي هي تقدر تسببنا اولا حساسيه، لان كاين هذه مساله موجوده، كاين الناس اللي عندهم حساسيات لهاد لي صوص، لا مثلا الموطارد ولا المايونيز ولا صوص بيشاميل. كاين الناس اللي الا خدا الحليب بوحدو ما كاينش مشكل، خدا لا فارين ما كاينش مشكل، خدا الزبده ما كاينش مشكل، ولكن لما كيتم الجمع ديال هاد الاغذيه هنا كيولي عندنا مشكل ديال عسر الهضم. انا ماشي ضد هذا، لان كاين بعض الناس ربما يسمعوا يسحبهم انا ضد هاد لي بريباراسيون، لا انا ماشي ضدهم، ولكن يكون استهلاك معقلا. وهاد لي صوص لا يقبل التخزين. من هنا غادي نجاوبوا على السؤال ديال الاخت اللي قالت المايونيز كتحطها بخواجو. انا في الاول الحلقه قلت المايونيز اذا كان ضروري منها ممكن نقولوا اذا كان شر لابد منه 24 ساعه درجه حراره بلس 4 دوغري سيلسيوس، داكوغ؟ ما نفوتوش هاد 24 ساعة، لأن لما كنفوتو هاد المدة كاين البيض، والبيض كنعرفو حنا كيكون كخو ماشي طيب، وبالتالي خطورة البيض كما كنقولو حنا بالدارجة ديالنا المغاربة، البيض الخضر، يعني كاين بعض الناس اللي كيمشيو كيتجهو كيقول لك أنا كناخذ البيض الخضر، هذه خطورة كبيرة جدا. علاش؟ لأن كاين بكتيريات خطيرة جدا منها السالمونيل ومنها الليستيريا، ممكن أنها تسبب لنا مشاكل كبيرة جدا وخاصة على الكلياتين، وبالتالي أنا لا أنصح أنه يكون التخزين ديال هذه المادة هذه ولا تحط في الثلاجة لواحد المدة اللي هي كبيرة، داكوغ؟ نمشيو نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام لو سمحتي. استاذ محمد الحليمي ومعنا ساره هذه المره من مدينه مكناس. صباح الخير ساره. ساره نقطع معها الاتصال نمشيو للعيون باش نتواصلوا مع سعيده. مرحبا بك معنا سعيده. لا الاخت نعيمه معنا. اهلا وسهلا بك نعيمه، مرحبا بك معنا. كي دايره العفاف لاباس عليك؟ اهلا وسهلا بك نعيمه، مرحبا بنا زيال العيون. كنحيي الدكتور اللي معاك، والصراحه كنستافدوا منه بزاف. مرحبا بك ومرحبا بك عندنا في كل دار. اهلا وسهلا نعيمة. بغيت نقول انا دابا ما كنديرش المايونيز، ما عنديش معاه بزاف، كندير الياغورت نصف، كندير فيهم شويه المليحه وشويه البزارات فاقه والحامض وكنديرو عوض المايونيز بطريقه مزيانه صحيه ولا لا؟ واخا عاود لي عافاك المكونات ما سمعتهاش. كندير الياغورت نصف وكندير شويه المليحه وشويه واحد راس ملعقه نربي هكا بالضبط والحامض قطرات من الحامض وكنخلطهم وشويه زيت العود وكنخلطهم وكنديرهم على لي سالاد هكا. واخا نجاوبك ان شاء الله. نعيمه مازال عندك شي سؤال اخر؟ لا صافي كنحييكم. شكرا لك. صباحكم مبروك وعشكم مبروكه. دينا وليك ان شاء الله نعيمه، وتحيه متبادله. نمشيو هذه المره من العيون لمدينه اكادير مره اخرى باش نتواصلوا مع عائشه. صباح الخير عائشه.
صباح النور الأخت عفاف. أهلا وسهلا بك. كنشكركم بزاف أختي عفاف على هذا البرنامج اللي كتقدموا لينا، صراحة كنستافدوا منكم بزاف. الحمد لله وبارك الله فيكم. صراحة روعينا على شي شوية جراح ما كتخيلوش أنا لواحد الدرجة وعيتنا. المهم كنشكركم قد ما شكرناكم عايز نقدر نوفيو. شكرا لك عائشة، العفو هذا واجب علينا. بارك الله فيكم، راه حنا مدمنين عليكم. بارك الله فيك. بغيت نسولك على هذا، نسول الدكتور على هذا القضيه ديال السلطات، ان بحال ندخل لي انا داك المطيشه ديال العلبه ديال الطماطم، مطيشه ديال الحب. نعم مطيشه ديال الحب. نعم اي سمحي لي. بغيت انا نقول لك على سميتو، كنديروها في هذا الشيء بيتزا الحريره وهذه ياك داخله هي من بين هذا. واخا واخا نجاوبك. نعم وبغينا نعرفوا غير واش هي صحيه، واش سميتو، وباش واش كاين شي حوايج بحال دابا داك البرنامج اللي كديري سيداتي وسادتي، نعوض هذا الشيء كاد المايونيز، هذا الشيء ديال وداك الكيتشوب حتى هو ياك ما كاينش سميتو. المهم نعرفوا عليهم بزاف باش نحاولوا حتى وليداتنا نقنعوهم باش ما يتعاطوا مازال لهذا الشيء، لان وليداتنا هو اللي مدمنين على هذا الشيء. نعم واخا نجاوبك ان شاء الله يا عائشه. شكرا لك، كنتي معنا من مدينه اكادير. طيب احنا لقائنا دائما متواصل مع كل الاوفياء بطبيعه الحال في حلقه اليوم برنامجكم صحه وسلامه مع الاستاذ محمد الحليمي اللي هو اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. فاصل اعلان ورجع لكم مباشره، خليكم معنا. صلصات أو لصوص على اختلاف أنواعها وأشكالها هي عبارة عن مواد تقدر تكون سائلة أو نصف سائلة، كيف ما كتقدر تكون سخونة أو باردة. ومدى التأثير ديال هاد الصلصات على الصحة ديال الإنسان كيكون مرتبط بالمكونات أو المقادير اللي كتحضر منها، وكيف ما كان الاستعمال ديالنا والتعامل ديالنا مع هاد لصوص، فضروري أنه يكون بلا تفريط ولا إفراط، يعني بشكل معقلا. وإحنا شحال من حلقة كنشيرو لأنه المسألة ديال الذوق هي كتربى عند الوليدات ديالنا كيف ما كيترباو على السلوك ديالهم. لذلك حتى التعود ديالهم على هاد الصلصات او لصوص راه متعلق بالتربيه ديالنا حنا ليهم، وكيفاش علمناهم نربيو عندهم داك الذوق، لانه هاد المساله ضروريه جدا وواجب على كل ام واب يردوا لها البال، لانها مساله ولا عاده كتبقى معاهم طول حياتهم وربما تقدر تاثر عليهم مستقبلا. كانت هذه فقط نصيحه اليوم. دائما عالم الغاديو، مرحبا بالناس اللي يلاه التحقوا بنا احنا في حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه، وحديثنا على الصلصات او لصوص بكل انواعها واشكالها مع الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. كاين رقم من اجل التواصل معنا عن طريق رسائل اس ام اس، كل اس ام اس غادي تبعثوا به ما تنسوش في الاول ديالو تكتبوا كلمه صحه مرفوق بسؤالكم وتبعثوا كل شيء للرقم 5080. اما ارقامنا الهاتفيه فهي 0522 46 72 50 51 او 0522 43 00 09. نرجع لعندك أستاذ محمد الحليمي ونمشيو للسؤال ديال نعيمة اللي توصلت معنا من العيون. قالت هي يعني كحيلة منها كتعوض هذاك المايونيز بواحد الخليط اللي كتعملو في الدار، كتستعمل فيه ياغورت مسوس مع طريقة ديال الملح والإبزار مع عصير الحامض وقطرات من زيت البلدية زيت الزيتون، واش هي صحية ولا لا؟ أولا المكونات جيد جدا، هذه وصفة ممكن الإنسان يستعملها مع وليداته إذا كانوا كيعجبوه في الدار، لأن الطبيعة البشرية كيعجبها المذاق الحلو والمذاق المالح، وبعد مرة كنقولوا حنا كيكون الجمع بين هاد المذاقين جيد، يعني وصفة كمكونات جيدة، يعني ياوغت ولا الحامض ولا هذه جيدة جدا وصفة. غير هو أنا اللي كنوصينا الأمهات عفاكم، هاد التحضيرات بحال هذه هي تحضيرات كتوقع فيها الأكسدة بشكل سريع، وبالتالي كتفقد هذيك القيمه الغذائيه، واكيد اكيد حتى داك النكهه وحتى داك المذاق ما كيبقاش مذاق جيد، وبالتالي الا كنا نديروها غير ما يكونش استهلاك بشكل كبير جدا، وتكون ما يكونش حفظ في الثلاجه، يكون نديروها نستعملوها في ساعتها باش ما نيفيتيو لحقاش لما كنشوفوا حنا الثلاجه، يعني الثلاجه لما خرجت عندها واحد الدور، ماشي باش نستوكيو فيها هاد الاشياء هاديه، وخاصه هاد الهديه هي اشياء حساسه جدا للاكسده. وبالتالي انا بالنسبه لي انايا كمكونات هي وجبه جيده جدا الا كان كتعجب الوليدات ديالها وكتعجبها هي. سولات عائشه من مدينه اكادير على مطيشه الحك، يعني كنعرفوها كتعطى
الصبر. كذلك بزاف ديال الامهات وسيد الحليمي لما ما كيكونش عندها الوقت فين غتحضر هذيك الصلصه ديال البيتزا كتكتفي فقط بالمطيشه ديال الحك, يعني كتعملها هي الصلصه اللي كتكون في العجينه ديال البيتزا. وحنا مقبلين ان شاء الله على شهر رمضان الكريم, فكنعرفوا انه بزاف ديال السيدات كياخذوها بكميه كبيره, كتقول لك غناخذ واحد الكميه كبيره ديال مطيشه الحك اللي غدا تكفاني شهر رمضان كله. فكتسول عائشه من اكادير على التاثير ديالها على الصحه ديال الانسان, لا مطيشه الحك ولا الكيتشاب. نعم, اولا لما كنجبدوا الموضوع ديال الطماطم, اولا الطماطم فيها واحد المكون جميل جدا هو مكون ليكوبين. هاد ماده ليكوبين هي ماده جميله جدا, مضاده للاكسده, مقاومه لسرطان البروستات عند الرجل, ومقاومه لسرطان الثدي عند المراه, ومنشطه للدوره الدمويه, ومهمه جدا للقلب. يعني شوف الله سبحانه وتعالى لما تحدثنا عن الشكل اللون الاحمر, لان هذه شحال ما كانوش مختبرات, كان الناس كيعرفوا العلماء كيعرفوا غير من اللون, وكانوا معلومات دقيقه ربما ادق من هذا العصر هذا. داكوغ, الوغ ماده ليكوبين, الفيتامين سي, املاح معدنيه ونسبه ماء عاليه. انا اللي غنقول للامهات واحد المساله مهمه جدا, لما تمشيو تشريو الطماطم وربما غادي تجيهم شويه بيزار, لما تبغي تشريو الطماطم تشريو داك المطيشه اللي كتكون صغيره ماشي كبيره. داكوغ, لما تبغيو تخطروا الطماطم خطروا المطيشه اللي كتكون صغيره. علاش؟ لان نسبه لي بيستيسيد ولا المبيدات كتكون فيها اقل. داكوغ, الوغ هذا التغيير الوراثي اللي صبح دابا هي زياده فقط نسبه الماء. الوغ تصور عندنا مثلا واحد كنصوبوا واحد العصير, الا زدنا فيه الماء بزاف داك العصير ما كيبقاش المذاق ديالو جيد. داكوغ, علاش؟ لان ديولين درنا ديولينا داك المكونات ديالو, وهذاك الشيء اللي كيوقع في الطماطم. الطماطم كل ما كان الحجم ديالها صغير كل ما كان المذاق ديالها جيد, وكل ما كيكونش فيها لي بيستيسيد بزاف. لان كاين بعض الناس كيمشيو كيخطروا داك زعما الطماطم داك خاصه الطماطم داك الحجم الكبير. انا اقول اختاروا الحجم الصغير فيه ماده ليكوبين, ماده عاليه في اقل من نسبه ديال 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 لي بيستيسيد, واقل من نسبه ديال الماء. بالنسبه للطماطم المعلبه, الطماطم المعلبه حنا كنعرفوا الطماطم فيها الفيتامين سي, ولا لاحظتوا الطماطم ديال هذه شحال, ماشي هي الطماطم ديال اليوم, الطماطم ديال شحال كتحطها واحد المده قصيره ديال 3 4 د الايام الا ما كانتش في الثلاجه كتخسر. انا اقول الامهات جربوا شدوا هاد الطماطم اللي كاينه دابا, غير ما يكونش داك السائل ديالها, يكون شي وحده فيها السائل وقاست داك اللي حداها, يشدوا الطماطم ويحطوها ويشوفوها شحال غتبقى. غتبقى مده طويله جدا. علاش؟ لان فيها مواد, هاد لي بيستيسيد اللي ولات كيستعملوا دابا هي مواد تقتل هذاك هذاك الكائنات الحيه اللي كتفسد الطماطم. يعني هي كانت تفسد الطماطم, وكنعرفوا حنا فساد الغذاء هي دوره خاصها تكون, يعني لما كنقولوا فساد الغذاء خاصو يكون الفساد ديال الغذاء, لان باش نعرفوا غذاء اللي هو طبيعي كيفسد. علاش؟ لان مثلا خدينا مثلا هاد الفواكه اللي كاينه اليوم, لا المشمش ولا هاد البرقوق اللي كاين, ولا هاد الاغذيه اللي داخله دابا فصل الصيف, دغيا كتفسد. علاش؟ لان فيها نشاط انزيمي وجيد جدا, هاد النشاط ديال هاد الانزيمات. الوغ الطماطم ولات اصبحت مجرده من هاد الشيء هذايا. الوغ انا كنصح الامهات عفاكم, الطماطم لما تجيبوها قلت لكم خذوا الحجم يكون صغير, وجيبوها للمنزل وحطوها في واحد الباسان في واحد الماء لمده واحد 10 حتى 15 دقيقه باش تحيد منها داك الاملاح, لان املاح خطيره جدا على المستهلك. بالنسبه للطماطم المعلبه قلت انا الطماطم فيها الفيتامين سي, والفيتامين سي حساس لان كيكون التعقيم في درجه الحراره عاليه, حساس للحراره وحساس للضوء, وبالتالي كتوقع اكسده. الوغ شنو كيضطر المصنع يدير؟ كيضطر يدير مواد حافظه. الوغ هاد المواد الحافظه كتمنع تاكسد هاد المواد هادي. هادشي ما كيقولش اننا ما نستعملوهاش, نستعملوها ماشي مشكل, غير ما تكونش بواحد النسبه عاليه. الا لاحظتوا الامهات لما كتحلوا داك كنقولوا حنا المغاربه داك الحك ديال الماطيشه, لما كتحلوا مثلا, ومثلا كان واحد الحك صغير اللي بغينا نخليه وكنديروا عليه واحد لاكوش ديال الزيت. علاش؟ لان الزيت ما كيدوش الهواء وما كيدوش الضوء, وبالتالي كيحفظ هاد خليناها كتولي واحد لون اسود بواحد الشكل فظيع جدا.
علاش؟ لأنها خرجناها من التعقيم وهناك أكسدة، هناك مواد حافظة دغيا كتخسر، وبالتالي الطماطم ردوا منها البلع فكم ما يكونش واحد استهلاك اللي هو كبير. وكاينين ضيغ الناس وانا كنحييهم هذا المنبر هذا كيصوبوها في المنزل ديالهم. وحنا البرامج ديال الطبخ المغربية برامج لا تشجع على المنتوج المغربي، حنا كنديرو الا بغينا نقولو كوبي كولي من بعض البرامج اللي هي اجنبيه وكنجيبوها كنحطوها. حنا خصنا برامج تلفزيه اللي تشجع تشجع النظام الغذائي المغربي، تحافظ على لي بيلي ولا الاسس ديال النظام الغذائي المغربي. وبالتالي الا كانت هاد الطماطم ولا صلصه الطماطم ممكن ان الانسان يستعملها، غير ردوا لها البال لانها كتخسر دغيا وممكن انها تسبب لنا مشاكل، ومن المشاكل اللي كتسبب من الحساسيه. اما الطماطم كطماطم مادة جميلة جدا لجسم الإنسان وعندها فوائد كبيرة جدا يتحدثنا عليها. نعم. معنا اسماس اللي سمحتي أستاذ محمد الحليمي من عند أم أنور، كتقول عندها وليد اللي هو أنور في العمر ديالو دابا 4 سنين ونص تصاب بصفير، قالت ما تخيلوش حل هو مدمن على المايونيز على الموطارد وعلى الكيتشوب وما كيقدرش يأكل بلا بيهم. كتقول لأنه هي عندها وليد واحد فأي حاجة بغاها كتعطيها ليه ما كتقدرش تحرمه، هو دابا مصاب بصفير. كتسول على هاد لاصوص واش هما كيزيدوا يفاقموا الحاله الصحيه ديالو وشنو الحوايج اللي خاصها تمنع عليه؟ نعم سؤال مهم جدا. الوغ بوصفر ليباتيت ا داكوغ، الوغ كاين ليباتيت ا وليباتيت بي وليباتيت سي. الوغ ليباتيت ا بوصفر اللي كيظهر عند الاطفال اولا هو ماشي ما نخافوش منه، علاش؟ لانه كل طفل عنده واحد الاحتمال في العمر ديالو انه يبان عنده هاد بوصفر اللي كيكون على مستوى العينين كيكون. الوغ الناس اللي عندهم هاد ولا الاطفال بالخصوص اللي عندهم هاد المرض هذا، اولا خصهم الروبو خصهم الراحه. ثانيا يجب الابتعاد تماما عن المواد الدهنيه. علاش؟ لان المواد الدهنيه والتمثيل الغذائي والمصنع ديال جسم الانسان هو الكبد، ولما كيكون هاد بوصفر هاد ديباتيس ا كتكون الكبد هي في معاناه. الوغ باش نحيدوا شويه من المعاناه ديال هاد العضو هذا اللي هو عضو حساس كنقصوا. لان الام انا اللي غنوصيها انها هذاك البطاطس المقليه ولا المقليات ولا الدهنيات بصفة عامة تحيدوا من هذا الدريري هذا. لأن شوف ما نقولوش حنا العاطفة ديال الأطفال، ما نخليوش العاطفة ديال الأطفال تغلبنا. وخاصة في الجانب الغذائي، أنا أتحدث يجب أن نكون صارمين في الجانب الغذائي. لأن الطفل خليه يبكي، إذا كان كيبكي عن ألم شي مرض متفق ممكن أنك تدير واحد المجهود باش أنك تدير المستشفى ولا تعطيه شي حوايج، ولكن كيبكي على واحد الغذاء. وقلت أنا في حلقات الجزاء ولا العقاب للطفل ما خصوش يكون بالغذاء. إذا كان يبكي على شي حاجة اللي ماشي صحية خليه يبكي، لأن غادي يبكي في الأخر أون فان كونت غادي يسكت. داكوغ؟ ألو غير هاد العاطفة بالنسبة للغذاء لا 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 أنا لا أحبذ أنا نسأل العاطفة تغلبنا ونعطيه هذاك الأغذية اللي ما بغاهاش. غير الأخت أنا نوصيها بالنسبة لهذا لاصوص مثلا لا مايونيز ولا من الأحسن تبعد عليهم. علاش؟ لأنه في نسبة عالية من الدهون، نسبة عالية من الدهون منها زيوت منها زبدة منها المواد اللي هي مواد دهنية ترهق عمل الكبد. من بعد ان شاء الله لما الطفل يبرى اكيد انه غادي يبرى. علاش؟ لان هيباتيت ا ماشي مشكل، من بعد الروبو من بعد واحد الحميه غذائيه ممكن الطفل انه يبرى. الوغ تبعد له على هذه المواد هذه ومن بعد ممكن تعطي هذه المواد. غير هي الدهنيات الوحيده اللي خاصها الطفل ياخذها ماشي من الفخوماج ماشي من الحليب، وخصك تحيد له هادشي كامل، تخلي له زيت الزيتون فقط. داكوغ؟ الدهنيات تخلي له زيت الزيتون، تحيد له جميع المقليات وجميع الدهنيات الاخرى، ومن بعد ان شاء الله لما يتعافى ممكن انه ياخذ هاد المواد بواحد النسبه اللي هي قلت نسبه معقوله. نعم. نتواصل مع باقي المستمعين الكرام. معنا هاد المره ام مروان من مدينه تطوان. صباح الخير ام مروان. ام مروان معنا؟ للاسف انقطع معها الاتصال. من تطوان نمشيو لشيشاوه باش نتواصلوا مع زهور. اهلا بك زهور. صباح الخير اختي. اهلا وسهلا. صباح الخير الدكتور عواش المبروكين. اهلين وسهلا ان شاء الله. يا ربي امين. الله يجازيك بخير اختي، شكرا بزاف على هذا البرنامج. وراني الحمد لله راه كاع داكشي كتقولوا كنصنتلي وكنعاود نتخونصي لي كوليك ديالي في الخدمه. ايوا الحمد لله الحمد لله زهور. كيكونوا النيت ما تصنتوش ولا شي حاجه، والله الا كنتخونصي كيكونوا النيت كنا كنكونوا خاطئين بزاف الحوايج. الحمد لله كنستافدوا منكم بزاف، الله يجازيكم بخير. غير بغيت نسول اختي الله يجازيك بخير على لاصوص ديال البيتزا، كنقادها وكنخليها في الفريكو هكا واحد المده، يعني شحال تقريبا فوق من الخدمه وداك الشيء كيدخل تيجي تيجي كيجبد غير لاصوص يسخنها يعاود يعاود يسخنها ويطر منها داك الماء اللي كيتكون فيها يا بري كنعاود نستعملها. وكاينه حاجه اخرى مطيشه مثلا ملي كتكون عندي كثيره ولا هذا كنصوبها كنقادها بحال شكل ديال الحك وكنحطها في البيان في الفريغو. اييه
وكاينه واحد الحاجه الله يجازيك بخير, هذه انا ما عمرني درتها ولكن كنسمع, كاينين دي مايونيز اللي كيتصايبوا من غير البيض, كيتصايبوا غير بفرماج ومواد اخرى, واش ممكن هذا تحتفظ بهم بحال الفرماج والحليب؟ بالفعل سولات حتى واحد السيده تواصلت معنا بالاس ام اس غير زهور, كان سؤالي بالنسبه للصوص ديال البيتزا اللي قلتي كتخليه بحكم الخدمه ديالك وداك الشيء في المجمد واحد المده, شحال تقريبا كتوصل المده شحال كتخليه؟ وتايكون تيجلس مده نيت تقريبا شحال؟ تيجلس حتى لشهرين والفوق. حتى لشهرين واخا. شنو المكونات عاده اللي كتعملي فهاد الصوص؟ غالبا تندير لاصوص ديال الطوماط عاديه ولاصوص وحسب الوصفات, لان كاينين بزاف, كاينه اللي كتخدم بخيزو قريعه, كاينه اللي المهم شويه زيت العود بزيره هكا صافي, وشويه ديال كطيب مطيشه العاديه مزيان, وكنزيد فيها ديال الحك اللي كتزعد. هذا صحيح. نجاوبك ان شاء الله. لا زوج جزاكم شكرا. الله خيرا, الله يجزيكم بخير. شكرا, شكرا لك. كنتي معنا من شيشاوة. اذا هنا استاذ محمد حلمي غادي نرجعوا ونجاوبوا على السؤال ديال زهور من شيشاوة, ونتواصلوا كذلك على باقي المستمعين الكرام وان شاء الله نجاوبوا على كل تساؤلاتهم. فاصل اعلاني ورجع لكم مباشره, بقوا معنا. لقنا مازال متواصل معكم الأوفياء في برنامج الصحة والسلامة مع الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. ومرحبا بكل تساؤلاتكم وبتواصلكم معنا 0522-46-72-50-51 أو 52 أو 05-22-43-00-09, كذلك عن طريق الرقم 5080 اللي كتبتوا كلمة صحة مرفوقة بسؤالكم وبعدتوا كل شيء لهذا الرقم اللي هو 5080. أستاذ محمد الحليمي نرجع لعندك, وكان سؤال ديال زهور من شيشاوة, فكان سؤالها واش الصوص كتحضر ديال البيتزا بحالها بحال باقي لي صوص اللي انتشرتي لهم في البدايه ديال الحلقه, يعني المده ديال الحفظ ديالهم ما كتكونش مده اللي هي طويله, هي شرط بانه الصوص اللي كتعمل لي خاصه بالبيتزا كتحضرها من مطيشه مع زويته ديال العود مع شويه ديال الابزار وكتخليهم تقريبا المده ديال شهرين في المجمد. نعم. اولا بالنسبه للتحيه للام المغربيه, زعما صراحه اقول ان تحيه للام المغربيه, لان داك الصوره ديال الام, زعما انا اقدر الام بواحد الدرجه كبيره, داك الصوره ديال الام اللي تدخل يدها في الفران وتحرق يدها وتمشي لعائلتها وتحط لها داك الوجبه وهي كضحك, زعما ما كاينش اكثر من هذا المعنى هذا في. وبالتالي اقول تحيه للامهات لما تديروا شي حاجه عن وتكونوش عارفين, ماشي مشكل, لان الله سبحانه وتعالى حتى الله سبحانه وتعالى لما كنديروا شي حاجه وحنا ما عارفينهاش راه ربي عارف كل حاجه اللي كيديرها الانسان, وبالتالي خاصه غير تكون النيه مزيانه, ويكون حتى شي واحد ما كيبغي وليداتو يكون عندهم شي حاجه خايبه ولا يكون. حتى حنا لما كنتحدثوا هكا كنتحدثوا بدون خلفيات, حنا ما عندنا شركات ما عندنا حتى شي حاجه, كنتحدثوا مع المواطن المغربي على اساس اننا نعطيه التحسيس والتوعيه فقط بدون خلفيات. هادشي علاش كنكونوا كنعطيو معلومات, لان تكون معلومات اللي هي معلومات علميه محضه اكاديميه خارج عن جميع الاعتبارات. الوغ لما تحدث قلت الاخت تحدثت على هاد لي صوص اللي كدير, جيد جدا انها دير لي صوص في المنزل ديالها داكوغ, ودايوغ راه ماشي تحيه حتى للرجال, انا معروف الرجل المغربي هو رجل طباخ, يعني رجل طباخ بامتياز, وكنعرفوا حنا كاينين لي شاف اللي معروفين عالميا مغاربه. لا 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 هاد لي صوص اللي كدير قلت انا اتحفظ من مساله التخزين. يعني مساله التخزين ما خصهاش تكون يعني دو موا بزاف, شهرين بزاف داكوغ, الوغ شهرين بزاف, الوغ الامهات يحاولوا الى بغاو يمتعوا المذاق ديالهم بهاد اقل الايمان ان الانسان يستهلك في اللحظه ديالها وما يكونش هناك تخزين, لان دائما التخزين فيه مشكل. اقولها واكرر وعافاكم الامهات المغربيات, راه التخزين فيه مشكل وخاصه على الجهاز الهضمي ديال الانسان, وبالتالي انا لا احبذ التخزين. الا بغاو الامهات يجتهدوا يديروا جميع لي صوص ما كاينش مشكل, لان لي صوص راه كاين انواع كثيره وكثيره جدا, غير هي تكون دي صوص اللي هي مغربيه ماشي دي صوص اللي هما برا فيهم. علاش؟ لان الا لاحظتوا بحال مثلا الا خدينا لي صوص ديال, راه هضرات الاخت قبيلتي هضرات على البصل, هضرات الا لاحظتوا هضرات على المعدنوس, الوغ هادو مزوين, هادو دي صوص هادو ما مخير, يعني بالنسبه للاستعمالات اليوميه ديالنا, لكن لي صوص اللي نقلدوا للمجتمعات الاخرى في ناحيه المكونات, ماشي كنقول انا كتقليد يعني كفعل, ولكن كمكونات اللي هي كتكون نسبه عاليه من الدهنيات خاصه الزبده خاصه الحليب اللي كيكون واحد النسبه اللي هي عاليه خاصه الزيوت, وبالتالي نديروا لي صوص ماشي ما نديروهمش, اولا يكون منتجات ويكونوا ديزانغريديون اللي هما
من المغرب مثلا كما قالت الاخت المعدنوس ولا الربيع كامل ماشي مشكله البصله الو هادو جيد جدا وما يكونش الحفظ المده اللي هي طويله. هذه المساله اللي كنأكد عليها انا الحفظ المده طويله يؤثر بشكل مباشر على الحموضه المعده وكيعطينا بعض ارتدادات وهذاك الشيء هذا اكيد انهم كيلاحظوه ولا ما لاحظوش دابا اكيد غيكون عنده واحد المفعول اللي ممكن يسبب لنا مشكل في المستقبل. نعم معنا اسمس من عند ام ناهد كتسول استاذ محمد الحليمي كتقول عفاك بغيت نسول استاذ الحليمي على صوص الصوجا كذلك بدينا كنشوفوه بزاف كيستعملوه يعني في المطبخ المغربي وانا الاخوات ديالي كلهم تيعملوا الصوص ديال الصوجا ولكن انا ما كنستعملوش لانه تنخاف منه. واش ما كاينش منه مشكل الصوص ديال الصوجا؟ اولا نعم جيد جدا هذا السؤال. علاش؟ لان ماده الصوجا هي فعلا ماده جيده ماده طبيعيه لكن كاين بعض البيوت المغربيه اللي ما عمرها دخلت لها هذه الماده هذه وكنجيو كندخلوها بواحد الطريقه وكنعرفوا حنايا ماده الصوجا هي من المواد المتهمه بالحساسية الغذائية. أي غذاء ممكن يدير لنا حساسية ولكن الصوجة من المواد المتهمة بأنها تسببنا حساسيات. غير هو الإنسان إذا كان عمره ما استهلك هذه المادة هذه لأنها مادة داخلة عمره ما استهلكها يحاول يستهلكها ولكن بواحد نسبة قليلة باش يشوف ردة الفعل ديال جسم الإنسان كيفاش غتكون من بعد ممكن أن يستهلكها. وهذا الصوص ديال الصوجة ماشي مشكل ممكن أن الإنسان يأخذها وإن شاء الله إذا كان عندنا الوقت إن شاء الله غادي نديروا حلقة خاصة بهذه المادة لأنها مادة ولات كتفرض الوجود ديالها ماشي غير الصوجة العديد من الأغذية اللي ولات كتفرض الوجود ديالها في المغرب باش أننا نعطيه الحيثيات لأن باش نقولوا غذاء ولا واحد لاصوص كما قلت انا في الاول ديال الحلقه واش صحيه ولا غير صحيه تتعلق بالطريقه ديال التحضير والطريقه لان كاين واحد مثلا بعض لاصوص ممكن انا تصوبها بمكونات صحيه لكن لما كتخزنها ما كتصبحش ما كتبقاش في ذاك الهويه الصحيه ديالها وبالتالي كيولي كتولي تعطينا مشاكل. من الصوجا غذاء طبيعي موجود في الطبيعه غير الطريقه كيفاش نستعملوه وكيفاش نصوبوا هذا لاصوص هي اللي خصنا نركزوا عليها. نعم معنا اسمس كذلك استاذ محمد الحليمي من عند ابو اناس كيقول انا في العمر ديالي 52 سنه دابا الوالده ديالي رباتنا على السلطه ولا الشلاضه المغربيه اللي فيها الخل فيها زيت الزيتون فيها الملح وشويه ديال الابزار. كيقول انا دابا بحكم العمل ديالي كنتلقى بناس كنتلقاو في افخم المطاعم ولكن دائما كنطلب غير الشلاضه المغربيه اللي كيكونوا فيها هاد المكونات لانه حتى شي سلطه اخرى ما كيجي المذاق ديالها مزيان. بغيت غير نسول استاذ محمد الحليمي كيقول انه ديك الشلاضه المغربيه كياخذها يوميا بهاد المكونات ديال الخل ديال زيت الزيتون الملحه مع شويه ديال الابزار يعني كيستهلكها يوميا كيقول ضروري تكون في الغداء. واش ما كاين منها حتى شي مشكل؟ نعم جيد جدا وانا احيي هذا الشخص هذايا وكنقول له هنيئا. علاش؟ لان القناعه بالغذاء صعيب اليوم ولات عندنا القناعه نقتنعوا بواحد الغذاء اللي هو صحي. السلطات جيد جدا لان كاين الصلصه وكاين السلطه لي صوص وكاين لا سالاد الوغ هاد السلطات جيد جدا ما فيهاش مشكل ممكن انه لان الحاجيات ديال الشخص الكبير 25 غرام 30 غرام لان الشخص دابا لما كيتجاوز 20 سنه 27 سنه حتى 30 سنه يعني الشخص البالغ كيوصل من 25 غرام حتى 30 غرام ديال الالياف الغذائيه واكيد ان الاخ الا كان كياخذ هاد لي سالاد اكيد ما غاديش يكون عنده مشكل ديال الكونستيباسيون ديال القبض اكيد ما غاديش يكون عنده مشكل ديال السكري وكنعرفوا الاهميه ديال الالياف الغذائيه في الامراض ديال السكري اكيد ما غاديش يكون عنده سرطان ديال القولون وخاصه لي زانتيستان كاملين ما غاديش يكون عنده اكيد ما غيكونش عنده ارتفاع الكوليسترول لان الالياف هي اللي كتصنع داك الكوليسترول وجيد جدا الصف وكان المغاربه كاملين عندهم هاد الثقافه هادي. الو قبل ما نسالي بغيت انا الامهات نعطيهم واحد الوصفه المغربيه شنو يكون فيها لان بحكم حنايا حتى في التكوين ديالنا خدينا الاسس ديال الطبخ المغربي ولا لي تكنيك كولينير. الوغ ممكن المغاربه يحضروا واحد لاصوص اللي هي جميله جدا مكونات جميله جدا. الوغ ممكن الامهات ياخذوا البصل يكون واحد ثلاثه ديال البصلات محكوكين داكور مع واحد جوج رويصات ديال الثومات هما يكونوا محكوكين مع واحد المعلقه صغيره ديال راس الحانوت كذلك واحد المعلقه صغيره ديال الكركم والكركم جميل جدا تحطنا عليه في الحلقه ديال البارح هو الكركم البلدي تماما وواحد 400 غرام ديال الطماطم تكون من الاحسن تكون طماطم محضره في المنزل تكون عاقده ما تكونش جاريه بزاف تكون طماطم محضره في المنزل مع واحد 50 غرام ديال الزبيب مع واحد 2 لتر ديال الماء
زائد جوج معلقات كبار ديال زيت الزيتون. هذه سلطة مجربة محضرة أنا كنصوبها في المنزل ديالي بحكم أنا كنطيب ألوغ كنصوبها في المنزل جميلة جدا الأمهات إلا قدروا. ونسيت واحد المسألة, يزيدوا واحد جوج معلقات صغار ديال القرفة ألوغ كتكون مذاق جميل جدا. وهاد الوصفة هذه خاصة المقادير, وكنعرفوا حنا الأهمية ديال المقادير ألوغ إلا كانت مقادير جيدة كيجي واحد المذاق اللي هو رائع ومجربة. ودائما كنقول حنايا عفاكم راه الهوية المغربية, نحافظوا على الهوية المغربية واخا ما لقناش الوقت نتحدثوا على بعض الصلصات, ولكن نحافظوا على الهوية المغربية. والتحية للأمة المغربية وتحية للمغاربة, وإن شاء الله كنتمنوا نهاية أسبوع موفقة. ودائما أقول تذكروا أن الداء والدواء في الغذاء, والمرض وارد والشفاء مطلوب والوقاية خير من العلاج. شكرا لك الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية.